وصلنا محمد بلش ياكل بعدين يلا هلا تعال استنى شايف في زلمه هناك بينادي قاعد على الناس تفضلوا تسحروا نشوف اذا عنده سحور زاكي نتسحرش مع محمد هلا نشوف بس وصلت عنده بطل النادي هاي بني ادم محمد نحب نعرفك جهاد قواسمي بالحظ ماشي لا بس كنت عم بقرا الاسم شوف الاسم برن علي طب مش مشكله برن علي هلا المهم الشباب جايين من وين الخليل من الخليل اقرط لا تقرط هلا بنسمعكم الكلام الخليل بس خلينا نبلش نتسحر احنا جهاد كيف حالك عم مشتاقين لك مبسوط بشوفتك عم جهاد هاي اول مره بشوفه بعد قديش 4 سنين صالح 4 سنين خالد الزخاري طب لو سمحت خلينا ناكل بعدين بنكمل 2018 صالح 2017 طلع من السجن يلا سحب بعدين بتكمل 2017 انا بشهر 7 طلعت انت شهر 8 هذيك شهر صالح طب خلينا نكمل الفيديو استنى شوي قياده بتروح اول جهاد تعرفنا انا وياه عشنا بنفس الغرفه قسم 21 بالنقب 2017 الثاني تاع البطيخ اسكت الاول بلش نجر بطيخ طب خلينا نكمل بلش سحور بعدين بنكمل مع جهاد سمعكم الكلام الخليلي اعطيهم بس كلمه اعطيهم كلمه واحده كلمه هيك خليليه ومميزه شو في كلمه مميزه خلص انت حكيت شو في كلمه مميزه شو في هاي بدنا نتصحى بعدين نرجع لكم نفرجكم السحور بس نجهز السفره بعدين نفرجكم شوي هاي السفرة تبعتنا هاي البطيخ هذا ايش الحمص هاي مرتديلا سلطة الذرة سلطة الذرة هاي ماشي هاي بطيخ هاي حمص هاي فلافل وحلاوة وكعك يلا يلا شباب تستحوش انه في ناس مش وصلها يلا شوي السحور مش بالإكراه شوي انت بتعرف انه همل هلا ما شافوا حقيقتي والله ما فاضي يصور لكم نازل يجبد اسم الله حاضر طالع باكل نازل باكل طالع باكل نازل زي المنشار اسم الله هذا اوكي اعتبروا انه الفيديو هذا مش رح ينحط من شو اسمه خلاص عم بحكي عنه شكرا انت صالح يعني اذا بتحبوا تعرفوا صالح امتى الاذان الثاني بيأذن انا خلص الاكل عند انتهاء الطعام يا رب الدواب تفضلوا رح تعزمش خلص الاكل اسمعي شوي
اكلت لبنك شو بدك في بلافل في شو بدك سم الله حاضر صالح ما بدوش اياه ابدا النص النص بخلي الشاشه معتمه خل ضلع واحد اسمه ماني شوت ايش اسمه ماني شوت بعلمكم قاعد احلى شوت بالافلام بالفيلم احلى شوت احلى شوت هيك شوت بيكون اكشن وفي بتعرف مو ممثل بيطير ومن راح شو زي قبل قبل عم ايش نبهني قبل السياره المهم بسرعه هيك بعرفني الشوت هيك بيكون الابدا لسه بتكمل شرحها ماني شوت هلا ضيع عيال ماني شوت انا فعليا هيك انا كنت هيك القلب اطمن انه السبع سنين في الجامعه ما راح نشعل فوق الحمد لله رب العالمين في شيء طلع منك اخيرا الحمد لله رب العالمين سبع سنين مش على الفوق اطلب كنت معنا انت وقت ما كنتش معنا وين كنت لما اعطيت انا محاضره بالنقب استنى علي صوتك علي صوتك ما طلعش شيء اكيد في لا لا سمعوا الصوت عيد قام ورا عشان نتاكدوا فلا حبيبي بس غشامه في الطلاب يعني لا لا حد زيد والله زيد وين بدك تروح رمى عليه رمى عليه رمى عليه يغلب عليك حاج الله يجوزك حاج الله يبارك فيك ويسعدك هل انت خلي الله يجوزك حورتك كمان خلي حاج سمع يا مب الله يجوزك وراح قامر هاد على اساس انه شبع هلا والله هلا كلها خلص سكرت هل حكى انا كسته بس انا معتكفه ما شاء الله هاي اصغر معتكفه كانت معتكفه اليوم يمين ما شاء الله شو اسمها ما شاء الله وشوفوا وين هور قاعده ما شاء الله الله يخلي لك اياها الله يسعدك يضرب المدفع هذه من سنان الأداني أدل مدفع مبرد يلا يلا أدل يا شيخ خلينا نصور الأدان صباحكم جميعا احنا خلصنا سحور نخلص الفيديو سنة. يوم السبت احنا يوم السبت ولسه مش نايمين طب ليش تحكي يوم السبت بركي تضحك على العالم انا بدي انزله يوم الثلاثاء احكي لهم انه هذا الليل اليوم صورته على يوم الفجر. السبت شفتوا ناس من الضفه هربانه كيف يعني بدها تهرب الا يوم السبت ان شاء الله يعني محمد موجود محمد عليه بنستنى الاذان قاعدين بنستنى الاقامه بين الاذان والاقامه في 25 دقيقه تقريبا صح 25 هم بالعاده بيعملوا نص بس شايف انت ليش انا هسه 5 دقائق بس احنا نعتبرها 5 دقائق في 5 دقائق تحت الاذان بتعرفوا بيطولوا الاذان في الاقصى اعتبروا المعلومه هاي خاطئه محمد قاعد بشرح لنا شايفين الكاس قدامنا هذا خلص هاي اللي في التليفون عادي عيدنا اشرح كم مره بالله عشان اشوف اذا في حدا من الناس راح يفهم تفضل بقولهم بس هم بيعرفوا الكاس ايش بيعرفوا الكاس الكاس عباره عن كاس دائره في مي وفي حنفيات عشان نستوضوا منه بس تفتحوا الحنفيات انتوا بينزل من الحنفيات مي والمنسوب اللي موجود المي الموجوده في الكاس بتقل يعني فقديش سرعه قلت المي في الصحن لما انا بفتح اربع حنفيات بس انت صار سؤال واحد انت شو راح تستفيد من تعرف الاجابه هاي نعرف اذا مثلا هل احنا بحاجه لهيدروليك موتور عشان شو شو بركه مره عشان اكتب الترجمه تبعته عشان اعرف هاي اللي لك هيدروليك هيدروليك موتور طيب طبعا الشيء اللي انا حكيته ما لوش خص في الحياه خص ما فيش فايده احنا بنعرف عن الناس ضيعنا دقيقه ونص على الفاضي على فكره لا مش بس هيك عمرك عمرك فتحت حنفيه من الحنفيات وما نزل لك مي ليش لانك حريمي ليه لانه الضغط بيخليش الاشي يطلع صح هلا يعني هو مش مفروض احنا نفتح حصه فيزياء حرام خلص اوكي هذول طلابك عشان بس يحضروا في الفيديو يعرفوا انك انت بني ادم مش بني ادم انت مش بني ادم انت مش بني ادم انت بدك تنزل هذا الفيديو هذا الفيديو بده ينزل عشان طلابك يحضروه ايه انا استاذ في رهبات الورديه خريبا رح اصير عاطل على العمل رح اصير
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. شوفوا ما شاء الله قديش في ناس اليوم، ما شاء الله، شوف ما شاء الله قديش في ناس، ملان 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 ناس. شوف 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 طيب احنا قاعدين بنستنى لا هرب هيك، مش بنستنى، بتستنوا انتوا اللقطة المنتظرة عشان نخلص الفيديو فيها. ولا شوي اللي في التلفون طيب البسر عن الصور عشان ما تسألوش وين راح، انا مش شايف شنو نايم. الحاج هناك قاعد بنظف السحاب شايفينه. ولا هي عم ابو يعقوب هذا شكل عارف عم ابو يعقوب. هذا المشهد اللي كلياتنا بنستناه قاعدين. هذا الولد ضيع علينا كل التصوير اليوم. ابوه بيطارد ورا بيحكي له امسك لك حمامه نفطر عليها اليوم. خلص يا عمار يا حبيبي، تعالي حبيبي يلا. عطار عطار خلي صالح يزور الشوربه انه احنا نروح كمان عطار. وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو لليوم.
تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا له كمان شو حابين تشوفوا كمان. تكتبوش ارحمونا خلوني اروح انام ان شاء الله. نروح ننام ساعة صار له بيصوركم الحمام ساعة. مهم طلعوا شتات حلوين ولا مش حلوين؟ طلعوا حلوين خالص طبعا في شتات. اوه ضربت غاية. السلام عليكم.